ما غتاخذ في التليفون مطرق 64 جيجا 3 جيجا في الرام، احسن اختيار هو هذا سيدي الريلمي عاوتاني فيرسيو جديده سي 30 اس. هذه المره هذه جاتنا بجوج النسخه ديال 64 جيجا 3 جيجا في الرام. حنا في الاول كنا كنوريوكم الخوت 32 جيجا 2 جيجا في الرام اللي كان الثمن ديالها 1000 درهم. راه غدور الشركات كاملين ما غتلقاش 64 جيجا 3 جيجا في الرام الثمن اللي غنقول لك، ما غتلقاش في اي شركه. وكنتحدى اي واحد يجيب لي شي شركه بهذا الثمن هذا اللي غنقول لك. اجي شوف انا الفون ديال الخوت كيجي بحال هكا. ها هادي جديده، هادي جديده اخويا باش هادي ما فيها والو، فيها غير البلاغه معروفه. هنا التليفون كيجينا هو هذا، بالنسبه للشارجور كيجينا ب 10 واط. فهاد الفئه هادي نورمال كيجينا ب 10 واط. انا التليفون كيجينا ب 10 واط بالشارجور ديالو اوريجينال، كيجينا في 8. الناس اللي كيقول لك اسيدي حنا بغينا تيبسي، راه ما يمكنش اخويا القيمه اللي غنعطيك راه ضروري كتجي فيها في 8 نورمال. انا التليفون اللهم بارك كيجينا 5000 ملي امبير في البطري، ليكور ديالو تبارك الله راه كبيره، لون برانت كيجينا من الجنب، 13 ميجا بكسل الكاميرا ديالو القداميه، 8 ميجا بكسل بروسيسور. راه نقول لك بروسيسور ديال الاستعمال العادي، ماشي غيقول لي شي واحد لا راه ما فيهش بروسيسور زوين. هاد القيمه هادي كتجينا بهذا البروسيسور ديال الاستخدام العادي. شنو هو الاستخدام العادي ديال الناس؟ الواتساب، الفيسبوك، اليوتيوب، تفراجة، كاميرا، هكا التليفون ما يتفرط لك ما والو في هذا الاستعمال. اما اللي درتي فيه اللعب باش نكونوا واقعيين راه ما يخدمش داك اللعب. هذا 64 جيجا، هاد الفيرسيون 64 جيجا 3 جيجا في الرام 30 اس. ديجا ورينا لكم 32 جيجا ديالو اللي كنا بريزونتيناها ب 1000 درهم. هاد المره هادي بشحال؟ 64 جيجا 3 جيجا في الرام بهاد الكونفيكيراسيون ديال اللي كاينه هنا، 5000 ملي امبير في الباتري، 13 ميجا بكسل، تليفون تبارك الله زوين، ريلمي معروفه من التليفونات اللي واعره. الثمن شحال؟ 1100 درهم. 1100 درهم والله والدور الشركات كاملين ما كاينش فيها. سامسونج اقل ايمان كاينه 1050 درهم، 32 جيجا 2 جيجا في الرام، 03 كور 32 2 جيجا في الرام. زودي شاومي اقل ايمان 1150 1132 جوج. اوبو لا اوبو لا سامسونج لا حتى شي حاجه. اذا هذا الاختيار هذه ديال 64 جيجا 3 جيجا في الرام الى افير الخوت، هذه هاوته ما خاصكش تسقلها. الناس ديال نارزو انا عاوتاني راه كميه جديده من بعد الاقبال الكبير عليها اللهم بارك. الخوت العرض ديالها مازال مستمر، العرض ديالها قلت لكم الخوت باقي كاين، راه كاين. انا ملي كنقول شي حاجه في الفيديو راه كتكون شوف كتكون 100% راه كاينه في الواقع. حنا كنخدموا كنقولوا هضره في المواقع وكتكون حتى في الواقع. خوت نارزو راه كاينه مازال بالكادوات ديالها بكلشي ديالها ها هو 64 جيجا 4 جيجا في الرام اللهم بارك. المهم الخوت اللي شفت لهم اليوم الفيديو على 30 اس الخوت 64 جيجا 3 جيجا و 1100 درهم. الناس دراوش والله الا غتبرعوا في هذا التليفون هذا.